انا اتنايف جامعه في حياتي والله كتير الالعاب القادمه مش هتعرف اعمل بيها. اولا عندنا ليتل واتش اكاديمي لعبه بالنظام ار بي جي راح تنزل 15 مايو باذن الله سنجل بلاير راح تنزل على البي سي بلاي ستيشن 4. يليها لعبة هورايزن تشاس تيربو راح تنزل 15 ماي سينجل بلاير وملتي بلاير راح تنزل على البي سي بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 اكس او النينتندو سويتش. ويليها لعبة فورغتن ان راح تنزل 15 ماي سينجل بلاير راح تنزل على منصة بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 اكس وكمبيوترات. ويليها لعبة امينا سايت راح تنزل في 15 مايو ايضا نظام سنجل بلاير راح تنزل على الكمبيوترات وبلاي ستيشن 4. ثم عندنا لعبة فار راح تنزل في 17 مايو نظام سنجل بلاير راح تنزل على منصة البي سي البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 اكس. وعليها لعبة فوكس اند فورس راح تنزل 17 مايو من نظام سينجل بلاير راح تنزل على بلاي ستيشن 4 والبي سي اكس بوكس 1 اكس والنينتندو سويتش. ثم عندنا لعبة هايرول ووريرز راح تنزل 18 ماي لمنصة النينتندو سويتش. واخيرا لعبة ليتل نايت مير راح تنزل في ايضا 18 ماي لمنصة النينتندو سويتش. سبسكرايب ولا عجبنا مطرح وفي كومنت ايضا تقدروا تقولوا وش الالعاب المرتقبه او اللي انتم تبغونها.